مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع ويعطيكم الف عافيه. هاي اول مره بسوي هذا الشيء وهي الاجابه على اسئلتكم. طبعا بيجيني كتير كومنت، للاسف ما عندي الوقت الكافي اني اجاوبها، خاصه في الكتابه بتاخذ وقت كتير، عشان هيك احاول اجاوبها اليوم قدامكم هيك وانا بدردش معكم عشان استطيع اجاوب قدر الامكان. حامل 3 4 حلقات لانه الاسئله كتير صراحه، وشكلي انا مقصر في موضوع الاسئله، فبقدر اجاوب حسب ما اجاوب. خلينا نروح على اليوتيوب تبعي. طبعا اول سؤال موجود هون، متاكد يا دكتور هذا بتكلم عن موضوع القرار الابعاد اللي كان موجود بسبب للاخوه السوريين. طبعا انا حكيت اكثر من مره في الحلقه هذيك انه تاكدوا وما تاخذوا كلامي مزكى. قرار الابعاد او قرار الغاء الابعاد هيو، هذا انا حصلت عليه شخصيا عن طريق محامي في الاردن، اصدر في 28 تموز 21 من وزير الداخليه شخصيا بقرار الغاء قرارات الابعاد الصادره بحق المواطنين السوريين التي تم اعاده توطينهم في بلاد اخرى وجنسيات حصل على جنسيات. هل ينفذ لا ينفذ؟ هذا شيء يعني ما انا بقدر اجاوب عليه. في ناس رجعوا بعد هذا القرار وللأسف تمت إعادتهم، فالموضوع أجين ليس بيدي. أنا بحاول أعطيكم المعلومات أول بأول قدر ما تستطيع أو تجيني، ولذلك سامحوني إذا ما تنفذ القرار، أجين مش ذنبي، ولكن إن شاء الله نأمل إنه يكون موجود. فمتأكد في قرار؟ نعم متأكد منه، والقرار وجدتكم إياه وحطيت صورته على اليوتيوب تبعي، لكن هل ينفذ؟ هذا شيء ما بقدر أجاوب. دكتورة حنان بتحكي يقال أنه 9 ضربات، طبعا هون بنحكي عن تنظيف الجسم بدون أدوية، حكينا أنه هاي الطريقة الصينية. 9 ضربات دكتورة لما يكون الموضوع عشان بس القلب، إذا بدك يأثر لأنه هو هون الليمف سيستمز أكتر إشي موجودة، فبيحاولوا هيجوا الليمف سيستم. هاي طريقة صينية، كل ما زادت الضربات، هو مش شرط الرقم، يعني الرقم لا تخدع عليه، يمكن 10 20 30 قد ما تستطيع تسوي باليوم بكون أفضل. خالد الجوهر بحكي ممكن استفسار بعد إذنك؟ أنا سوري أهلا سوري كم أعطي كل هاي. سالم الجوهر، خالد الجوهر بحكي أنا سوري ومعاي جواز تركي شبيه، مش عارف شو معناها. anyway حاليا موجود بقطر وعملت حادث وانقطعت ايدي لا حول ولا قوة الا بالله من الكف، الحمد لله. بدي اقدم لجوء باوروبا، وين تنصحني افضل دولة لوضعي؟ صعب اجاوبك هذا السؤال صراحة. كل دول اوروبا بتختلف، كل دولة عن دولة انظمتها بتختلف، صح في نظام معين. بعدين تقديم اللجوء هو مش هجرة، اللجوء هو عبارة عن بتقدم عن طريق الأمم المتحدة، أو إذا في حدا بيكفلك هذا شيء آخر، بس اللجوء تقديم عن طريق الأمم المتحدة وهم بيختاروا لك، فإعادة توطين بسموها. فوين أنت بتقدم لجوء؟ كيف بتقدم لجوء؟ هذا طبعا راجع لك. صراحة صعب أنصحك، كل دولة ما بعرف أنا الفرق بين الدول خاصة لوضعك. عاصم لطف الله بيحكي السيد أحمد التواصل، نرجو من السيد أحمد التواصل معك إذا سمحت. أهلا وسهلا، بدي تواصل معي، أهلا وسهلا. عصام بحكي I don't find a word to describe the great man who led Canada with all great spirits. You deserve, sir, to be one of the greatest leaders in the history. God bless you and God bless Canada. شكرا لك يا عصام. Review video that may be using هذا طبعا scam. هون في سؤال، مثلا بيت سعره 500,000 دولار، كم ضريبة بالسنة عليه؟ بتعتمد طبعا ضرائب من مدينة لمدينة، كل مدينة لها ضرائب معينة. إذا كانت هذا داخل المدينة بتكون ضرائبه أعلى، إذا كانت في القرى بتكون ضرائبه أقل، لكن خلينا نحكي إنه 1%، فبتحكي عن 5,000 دولار بالسنة. هذا الأفريج، أجين ما حدا يجي يقول لي أنا بيتي 500,000 سعره وبدفع ضرائب أكثر أو بدفع ضرائب أقل، هذا المتوسط. طيب أهم طبعا هذا الفيديو عملته عن سلبيات كندا. رونالد هدول بيحكي هدول اللي بيتكلموا عن الحياة الجميلة في كندا كلهم عم يكذبوا؟ لا، هذا سؤال استغرابي، يعني ترى ما في بلد ما في سلبيات إلا بالجنة. مزبوط، صدقت.
وعشان هيك احنا بنحاول نوضح في هذه الفيديوهات. انا عملت اكثر من 200 فيديو عن حسنات كندا، وعملت فيديوهين عن سلبيات كندا كما برايي وبراي بعض الاشخاص اللي بعرفهم، حتى في شغلات انا مش مقتنع فيها، ولكن لانه في ناس بيحكوا عنها كثير خاصه في المجتمع العربي، فتكلمت عنها زي موضوع التربيه والمراه والامور هاي، وهذا اللي بنحكى يعني. فحاولت اني اوصل الفكره. للاسف كل الناس الايجابيات هاي ما نظروا عليها ومسكوا لي على هذا الفيديو اللي حكيت فيه عن السلبيات، واللي بقول لك روح على بلدك، واللي بقول لك انت كذاب. انتوا حرين بتكونوا تصدقوا صدقوا، هذا شيء راجع لكم. نحن لسنا عبيد لاي دوله، نحن اشخاص ننتقد الدول لتحسينها وليس لهدف الاساءه بها. الموضوع انه معظم دولنا للاسف اذا بتنتقد الدوله انت بتصير كافر في هاي الدوله، وعشان هيك الموضوع هذا روح ارحل وروح. وفي ناس كتير طلعت من دولها لانها مش قادره تنتقد ولا قادره تصلح. لما انت بتحكي عن شيء في سلبيات، هذا لا يعني انك لا تحب هذه الدوله او انت مش عاجبك الحياه فيها. يعني انا بدي احكي بس للناس عن شيء واحد، بس شيء واحد، واسالوا اي واحد في كندا عن هذا الموضوع اللي هو موضوع الهيلث كير. الهيلث كير في كندا طامه كبرى، يعني انت ممكن تستنى في الامرجنسي 12 ساعة 14 ساعة، إشي عادي يعني. في ناس بيستنوا 24 ساعة. أنا دخلت غرفة العمليات كنت بستنى، أو بالمستشفى دخلت عشان أستنى عمليتي 4 أيام يا جماعة، وأنا صايم مش قادر أكل، مش قادرين يدخلوني غرفة العمليات. في ضغط كبير على الهيلث كير، وللأسف في بطء كبير. في ناس بيستنوا يشوفوا السبيشالست الدكتور الأخصائي سنتين، مثلا أدانه بوجعه أو عينه عندها فيها مشكلة، سنتين بيستنى يشوف الأخصائي. فهاي مشكلة. بس اسأل أي واحد عايش في كندا شو رأيك في النظام الصحي. وطبعا هون اللي بعرف الببميد هي أكبر مكان لنشر الأبحاث العلمية. هذه بحث علمي نشر في 2018 طبعا على طريق CMAG Canadian Medical Association Journal. بحكي عن Comparing Canadian Healthcare حسب Commonwealth فند، هذا مؤسسة كبيرة عملت ريبورت ل 11 دولة في العالم اللي هي هاي انكم، أكثر دول فيه دخل، ووجدوا إنه كندا تقع التاسعة في ال 11 دولة التاسعة. للأسف في 2021 انعاد هذا الموضوع وتراجعت كندا إلى العاشرة قبل الولايات المتحدة، يعني الثانية قبل الأخير. وهذا طبعا يبين لك الوضع المأساوي في الهيلث كير. يعني هذا شيء بسيط. أوب سوري أنا مش عاملكو. أوب سوري، هذا هو الموضوع هون. هي الباب ميد في الكنيديان ميديكال جيرنال، هون بيحكي عن طبعا هذه ناشرين بحث، وزي ما حكيت لكم الكومن هيلث فند عامل، وطلعت كندا في 2018 رقم 9، للأسف في 21 صارت 10 قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ببين لك المأساة اللي للهيلث كير. هذا بس الهيلث كير، يعني مش حكي عن شغلات تانية. أجين كندا فيها حسنات كتير يا جماعة، ما حدا يفهم إنه أنا ضد كندا، بالعكس إحنا بنحاول نحسن في دولة لأنه بنحبها. فاللي بيحكوا لك إنه الحياة جميلة، الحياة جميلة، ما عم بيكتبوا لا. طيب مين متأكد من الخبر؟ رجعنا على خبر عودة الإخوان السوريين. مظبوط، لازم تتأكدوا. دي سيوف الإيطالي بيحكي دكتور جمال إذا اشتري فيزا من السفارة، السفارة ما بتبيع فيز. السفارة صح أنت بتدفع ثمن الفيزا، بس هو مش شراء، هو أنت بتتقدم على الفيزا وتسمح لك تأخذها. ودخلت بالمطار الكندي وطلبت لجوء لأنه عندي قصة كاملة ضابطها وما بخربط فيها لو بعد 20 سنة، هي قصة حقيقية لحياتي، هل أحصل على اللجوء ولا بطردوني؟ وش كد أجيب فلوس يمكن؟ أوكي، اللجوء ليس بيد أحد، اللجوء بيد القاضي الخاص باللجوء، حتى رئيس الوزراء ما بيقدر يضمن لك اللجوء. إذا قصتك حقيقية وفعلا مقنعة وفي خطر على حياتك، عادة بعطوك اللجوء، ما في مشكلة. ومعظم الناس بيعملوا هيك في طريق اللجوء، بيحصلوا على الفيزا وبيدخلوا على المطار وبقدموا على لجوء من المطار، وأخذ وقت حسب الوقت اللي لما يعطوك اللجوء، وما حد بطردك يعني.
بقولوا لك يا انت موافق عليك او مرفوض، اذا رفضت لا سمح الله في عملية استئناف وبتعين محامي وقصص، يعني تأخذ وقت تأخذ وقت. ولكن أجين إذا قصتك حقيقية وجيدة كندا بترحب باللاجئين. عبدو جزاك الله خير، فيديو قيم جدا، بارك الله فيك، وهذا اللي بدي إياه أنا، بس الدعاء منكم، ما بدي منكم شيء يا جماعة، بس ادعوا ادعوا لوالدي، إذا رأيتم خير في فيديوهاتي ادعوا لي، وإذا رأيتم شر ادعوا لي إنه الله يصلحني ويهديني. دكتورة حنان، ماذا عن التعليم العام؟ التعليم العام هذا الفيديو اللي هو التعليم العام عن الكوفيد. يس، التعليم العام للأسف في الكوفيد قالوا إنه الأطفال لن يوقفوهم أو لن يمنعوهم إنهم أو إنه يجبروا عليهم إنهم يأخذوا الكوفيد فاكسين في كندا، ولكن حكوا أن هناك في سبيشال تريتمنت للأطفال اللي تم حصولهم على الفاكسين. دكتورة حنان أهلا وسهلا من المتابعين، شكلها الجيدين أنا بحترمها، وعليكم السلام ورحمة الله. شفيق ربي يحفظك، الله يحفظك ويغليك، هذا يا الله، هذه الدعوات تسوى الدنيا عندي. دكتور جمال، أبغى محامي ثقة أو مستشار هجرة، أريد اللجوء إلى كندا، تقدر تساعدني في معرفة شخص ثقة يساعدني وأكون ممنون لك؟ في كثير أشخاص بيعملوا، ما بدي أعمل ريكومنديشن لأحد عن أحد، أي واحد أكتب immigration consultants في كندا في كثير، راجع انتأكد أنه موجود على الموقع الرسمي تبع المستشارين الهجرة، حتى في مستشارين هجرة مرخصين ولكنهم للأسف سيئين، تم إبعاد أكثر من واحد بسبب مشاكل سووها. فالموضوع أنت هل تثق فيه؟ هل تقدر تدفع له المبلغ اللي طالبه؟ كل محامي هجرة عنده مبلغ أو عنده طريقة في الحصول على الهجرة. جمال بيحكي، هناك قرار رسمي صادر من وزارة الداخلية الأردنية في تاريخ 28/7 بالسماح بالدخول والغاء القرار السابق، لماذا لا يراجع الأشخاص المعنيين بذلك سفارة المملكة في أوتوا بذلك؟ وهذا كلام صحيح يا جمال، أنا أكثر من مرة حكيت، يعني أنا مش صاحب، أنا مش من المعني، أو أنا بالعكس حاولت أساعد إخواننا السوريين اللي بالحصول على هذا القرار، وحصلت لهم عليه وجبته شخصيا، يعني أنا أول الحمد لله من جبته، ولكن للأسف لا أستطيع أن أراجع الجهات المعنية بشخصي، فعلى الأشخاص المتضررين أنهم هم يرفعوا هذا الأمر للجهات المعنية. الطرف الآخر بقول جد يعطيك العافية، لأنه بجد كنت أظن العكس للأسف، بتكلم عن موضوع الخل. ألف سلام عليك، وإن شاء الله بحكي أنا بالموضوع الصحي هون. طبعا أنا قناتي معظمها أمور صحية أو أمور عن كندا أو أمور سفر، ثلاث شغلات رئيسية. أنا إذا جبت موبايل شاومي بيشتغل في تورونتو، معظم الموبايلات الحديثة بتكون مفتوحة على كل النتورك. الآن كندا بدأت تدخل في 5G، فأنصح الجميع اللي بده يجيب معاه موبايل يجيب معاه 5G اللي بدعم 5G، لكن إذا أنت معك 4G الموبايلات العادية اللي فيها 4G بتشتغل يس، إذا كان غير مقفل على شركة معينة بتشتغل عادي في كندا، ما عندك مشكلة. بالنسبة الطرف الآخر، أهم إشي الطناجر، مش عارف ليش أنا عشان مكبر هذا، بنحكي عن كوسكو، في فعلا طناجر كبيرة، هذا كوسكو بيزنس سنتر، نحن عائلة كبيرة بجد بشكرك، هو المكان الوحيد اللي صورنا إياه الموضوع، الله يوفقكم. يلي بيمشي مع هذا اللي بيمشي مع عائلتنا، إحنا 10 أشخاص، الله يزيد الخير عندكم ويزيد لكم من نعيمه. خليني أشوف ليش أنا مش قادر، أنا عم بكبر الفيديو عشان أكبر معلش حوصل لأكثر عدد من طيب لا في اشي غلط، سوري اعذروني دقيقة بس هيك. ايوه ها
طيب وين وصلنا؟ بسم الله. طيب أنا حقرأ المسجات، حتكون صغيرة يعني أنا بشكلي مش قادر أتحكم بالحجم، فحقرأ المسجات فدونت وري. هيا هون وصلنا. طيب وصلنا عند التناجر. أيوة دكتورة حنان، توقعت اختراع، بتحكي عن البيناتس باتر. البيناتس باتر حكينا أنه اختراعها في كندا، تم اختراعها في كندا. يعطيك العافية كثير لقناتك الرائعة رزان، شكرا لك، الله يحفظك. We wish all the best to بيسان، كل الدعم. عملنا لقاء مع بيسان زعبي وهي مرشحة للانتخابات الفيدرالية. إذا خرجت من الأردن خروج بلا عودة وحاليا بمتلك إقامة في دول الخليج، ما هو الوضع؟ بدك تسأل السفارة الأردنية. ما بعرف والله أخوي، ما بقدر أفتي لك فيها. شيف أحمد اشتقنا لك وإحنا أكثر، شكرا لك. بو حمود، أخي الكريم، هل الهجرة إلى كندا عن طريق الفنيين المهرة أو الاستثمار يشترط وجودي لمدة 3 سنوات داخل كندا كي وأستطيع السفر والهدف والحصول على جنسيتها؟ يس، قانون كندا إذا بدك تحصل على الجنسية الكندية يجب أن تجلس في كندا ما يعادل 5 سنوات خلال أو 3 سنوات خلال أول 5 سنوات، بما معناه ممكن تسافر على بلدك تقعد شهر شهرين وترجع يعني مقطع، بس لازم تجمع 3 سنوات خلال أول 5 سنوات، أول 4 سنوات أو 5 سنوات، خلينا نتأكد، لازم أتأكد لك، بس لازم تجمع 3 سنوات، I think 4 سنوات، غيروا القانون، مشكلة غيروه أكثر من مرة، فصراحة شككت في حالي، بس لازم تقعد 3 سنوات على الأقل بالأيام، يعني بيعدوا لك إياها بالأيام. هذا لقاء عملنا مع طفل اسمه يوسف، من مبدع من غزة، حيا الله يوسف الزغول. أحسنت يا شامية، شكرا لك جزيلا لك دكتور شريف لتسليط الضوء على بلادنا وتراثنا. عملنا لقاءات مع اسمه حكاية، احكي لي عن بلدي، بتكلم عن أشياء جميلة في فلسطين، تابعوا هاي السلسلة رائعة جدا. في سؤال من Nature Beauty، يا جماعة لسه ما في قرار بإلغاء المنع، حتى لو معك جنسية ما بتدخل لحد ما يطلع قرار رسمي بإلغاء المنع. قرار رسمي طلع ولكن تنفيذه هل صار ما صار، هذا شيء آخر. الحمد لله، الله يحمد، دائما نحمد الله على كل شيء. واحد بيحكي بوكي هذه عنصرية بحد ذاتها، ليش السوريين فقط؟ لأنهم بني عمهم ونص الشعب الأردني أصله سوري وفلسطيني. أنا الشعب، إذا الشعب العراقي اللي كان مد لهم بأنابيب نفط يسفرونا. قرار سياسي أكيد، ما بعرف ليش. الجواد ليزرد بيحكي الله يجزاك الخير يا دكتور، الله يحفظكم. أفكار بحكي ليه ما إذا بلزمك أي شيء تسويق في جدة بشرط يكون سعر منافس يا دكتور، أرسل لي إياهم إلى جدة. حياك الله، إن شاء الله ربنا وصلنا فيك وبنشوفك في جدة يا غالي. في أي حساب لك للتواصل أخي وائل؟ عندي حسابات على الفيسبوك دكتور جمال الشريف، على تويتر وعلى الإنستغرام. أجين مش كل الشغلات بقدر أجاوبها صراحة، الوقت ضيق، لكن إذا في سؤال واضح مش مرحبا كيفك كيف صحتك إن شاء الله كويس، ضيع لك نص ساعة وهو يعمل تشات، ما عندي هذا الوقت للأسف، لكن إذا في سؤال واضح وسؤال بقدر أجاوبه بجاوبه، إذا ما بعرف أجاوبه بقول لك إياه. بارك الله فيك يا دكتور، طمنتنا، إن شاء الله تطمنوا أكيد تأكدوا من الموضوع. أخي يا ريت تقدر تعرف إذا بتقدر تنزل على لبنان، إيش بدي أعرفني يا أخوي، أنا هذا بالصدفة يعني دورت ورحت على محاميين ودفعنا فلوس عشان نجيب هذا القرار. ف لبنان بدك تدور على حدا غاد يشتغل، يعني الموضوع إذا أنت صاحب الرأي وأنت بدك اسأل السفارة، تواصل مع الحكومة غاد، مش عارف شو المشكلة يعني. لو سمحت أنا معي إقامة كندية وجواز سفر مؤقت كندي، وإذا بدي يزور الأردن بدخلوني في تجاوب؟ طبعا حسب معلوماتي، أجين أسئلة هاي مفروض تتوجه للسفارة. اللي معاه جواز سفر مؤقت كندي مفروض يطلع فيزا، وبعد ما يحصل على فيزا مفروض يقدر يدخل الأردن. أجين هل في منع ما في منع، هل يطبق هل لا يطبق، بدك تسأل السفارة.
السلام عليكم، لسه ما أخذت الجنسية ومعاي الإقامة الدائمة، لدي جواز مؤقت، هل أستطيع زيارة الأردن؟ نفس الجواب. الله يرحم والديك، الله يحفظك يا أخي، يا أخي الله يبشرك بالخير، الله يحفظكم، الله يبشرك بالخير. تقريبا لنا شهر بنحاول نفوت الأردن وما قبلوا، هذا المشكلة. وفعلا بعد حتى صدور القرار في ناس نزلوا وما ورجعوهم، فلازم تتأكدوا. شكرا لدكتور، جهودك الإنسانية وفقك الله، أنت روعة، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. يعني لو الوزير عنده بعد نظر كان الكل مسموح يدخل، لأنه مو معقول واحد يكون مع إقامة أمريكية وكندية وأوروبية وأرجع يعيش بالأردن. ممكن البعض يجي زيارة أسبوع أسبوعين شهر حتى، وأكيد راح يرجع ويصرف كم. معك وجهة نظر. دبيل العسلي أو نبيل العسلي، اللهم آمين يا رب العالمين، تسلمي، الله يبشرك بالجنة. إلهام تحكي لي ونعيمها يا رب، الله يحفظك يا إلهام. من فضلك ما هو الحد الأدنى المبلغ المطلوب لعائلة من 4 أفراد بالنسبة للطباخين؟ هل تكفي شهادة الخبرة؟ أوكي، بيحكي عن الهجرة. الهجرة لأربع أشخاص، المبلغ الأدنى للهجرة أتوقع بحدود موجود على موقع CIC اللي هو موقع الهجرة والمواطن الكندي CIC، مش حافظ الأرقام 100%، بس أتوقع بحدود 30,000 للأربع أشخاص، 32,000 إشي زي هيك. بتلاقوا في جدول مكتوب فيه عدد الأشخاص والمبلغ اللي مطلوب، الحد الأدنى هذا للهجرة. بالنسبة للطباخين، هل تكفي شهادة الخبرة من صاحب العمل؟ ما بعرف، تسأل مستشار هجرة في الموضوع. اللهم الولايات المتحدة الإسلامية، حنان إن شاء الله. طيب بنحكي عن بحكوا عن كنا نحكي عن قانون وضع في كيبيك يمنع أصحاب الديانات من لبس الأغطية اللي على الرأس، وبحكوا هون مش عم بطلع أكيد. وبحكوا إنه هون طبعا هذا في فرنسا وبيستهدف الإسلام والمسلمين، ويستهدف كل الأديان حتى السيخ والمسيحية ممنوع يلبسوا. طبعا الكل عم بحاربوا الآن. دكتور، إذا لا يعجبك العيش في كندا، لماذا لا ترجع إلى بلدك واترك مكان لشخص آخر يحب الهجرة إلى كندا؟ كفاكم ضحك على الناس. نحن نضحك على الناس، نحن نقول لهم الحقيقة. وهذا الأسلوب تبعك يا أخي للأسف. أول شيء أنا جيت على كندا بشهادتي بمصرية وبمعلوماتي وبقدرتي، أنا قدمت على هجرة والحمد لله هجرة كفاءات مع شهادة دكتوراه في الطب، تخصص دقيق، ووصلت إلى كندا. واللي بسوي هذا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا بدر علي أرباح ولا أموال. فإذا أنت مش عاجبك قناتي يا فيفي، ما في داعي أنك تتابعي، هذا شيء راجع لك. وإذا أنت شايفة أنه ما في أغلاط في كندا وما في نواقص، برضو هذا الشيء راجع لك، واحترم رأيك، لكن لازم تحترمي رأيي، لازم تحترمي الوجه الآخر. الكلام اللي بتحكيه أنه ما ارجع على بلدك، هاي المشكلة الكبرى والعظمى اللي صارت في دولنا العربية. صار في ناس هناك حاولوا ينتقدوا مشاكل في دولنا، والأسف حوربوا بهذه الكلمات. إذا مش عاجبك اترك البلد، وناس كتير تركت البلد وأبدعت في الخارج، وناس كتير وإحنا بنعرفهم. فلا تحكي لواحد وين يروح وين يجي، هو صاحب القرار. أنا زرت وعشت في أكثر من دولة في العالم، وأنا صاحب الخيار وين أروح وآجي. الحمد لله بشهاداتي بأموالي بعلمي بقدر أروح وين ما بدي، ما في حدا بيجبر علي إشي. ولكن الكلام هذا للأسف قاسي، أنا بحترم رأيك، ولكن يجب أيضا أنك أنت تحترمي رأي الآخرين وتحترمي آرائهم وتحترمي كلامهم. وإن شاء الله رب العالمين يجمعنا على خير، ويكون نقاش فيس تو فيس، وأشرح لك رأيي. أنا حكيت في أكثر من فيديو 100 شغلة كويسة، لكن للأسف الناس ما بتشوف غير الكأس الفارغ. ف يعني ما بعرف، هذا أحسن رد بقدر أرد عليه، وشكرا لك يا أخي. السوريين يريد السوريين يريدون الدول، بس المهم شلون يعني مو منيحة؟ برضو على نفس السؤال، كندا إذا فيها كل هاي السلبيات ليش أنت ساكن فيها وزعلان فادي؟ نفس الجواب. يعني أنا أول شيء مش سوري، لو يعني أتمنى أن أكون سوري، أنا بتشرف بالسوريين وعلى رأسي كلهم، أنا فلسطيني،
ما حدا حكى مش منيحة يا جماعة. إذا بتحكي إنه في سلبيات في دولة مش معناها إنه مش منيحة. فللأسف الناس إذا أنت بتحكي لابنك أنت مش عم تدرس كويس، ابنك صار عاطل، ابنك صار سيء، لا مو مش عم بدرس، أنت بتنتقد شيء. للأسف أنتوا للأسف يعني الواحد بيحكي بموضوع انتوا ما بتنتقدوا الموضوع او ما بتيجي بتقولوا لا هاي النقطه مش موجوده، تنتقدوا بالشخص، وهذه مشكله في موضوع النقاش. فمش حجاوب كثير لانه الموضوع مش مستاهل. طيب وبارك الله فيكم، شكرا لكم. يعني نعم ممكن وهناك عروض. شكرا لك يا دكتور، بس لو سمحت هل صحيح لك في كندا ممكن اخذ موبايل حديث باقساط او شبه مجاني؟ نعم معظم شركات الموبايلات عشان تربطك بعقد سنتين بتطلب منك انك حكي كيف موضوع العقد بس هشرحها. بتقول لك في عندي موبايلات مثلا هذا الموبايل سعره $1,000 بس اذا انت بتاخذه عندي اقساط بتطلع عليك $800 اخر شيء، فانت بتدفع مثلا $20 كل شهر بالاضافه الى السعر البلان تبعك اللي انت طبعا البلانز غالي في كندا، بس سعر الموبايل ممكن تاخذه باقساط وبعد سنتين بصير هذا الموبايل لك. اوكي ما 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 ما, ما بت... إذا بدك تفسخ عقدك وبدك تروح على شركة ثانية تدفع باقي سعر الموبايل وانتهى الموضوع. كان زمان الموضوع أصعب لكن الآن، ومعظم الموبايلات الآن في كندا مفتوحة، كانت مغلقة على الشركة كان عليها لوك، الآن لا مفتوحة فصار في شوية تسهيلات. فنعم موجودة هذا الموضوع، ما في داعي نعمل حلقة كاملة على الموضوع، الموضوع سهل بس توصل على كندا بشرحوا لك شركات الموبايلات. الله يقويك يا دكتور، شكرا الله يحفظك. أنا كذلك حلاق من العراق وأبحث عن اللجوء إلى كندا من أكثر من شهرين، لم أجد تقديم حقيقي لكندا لكن روابط وهمية، هل تساعدني باللجوء إلى كندا؟ شوف يا جماعة اللجوء إلى كندا في له طريقتين، يا إما من خارج كندا يا إما من داخل كندا. من خارج كندا عن طريق الأمم المتحدة أو واحد من كندا يعمل لك اللي هو sponsor of five، خمسة بدعموك في كندا. من داخل كندا إذا قدرت تحصل على الفيزا وتدخل على كندا أو تروح على الولايات المتحدة وتدخل عن طريق الحدود لما تفتح الحدود عن طريق الكوفيد، ساعتها بتقدم لجوء من كندا. ما في طريقة ولا حدا يساعدك، ويعني موضوع عملت أنا أكثر من فيديو ممكن تلاقوه على قناتي كيف تعمل لجوء إلى كندا. أوكي هل بكندا في مختصين تركيب شعر مستعار؟ مستعار أتوقع فيه، يعني قديش الأسعار هون السؤال. لو سمحت عايز أسأل إذا لو طلعت خارج كندا واستقريت في بلد ثاني أفضل أستفيد من الفيدرال ديسيبيليتي؟ أوكي الديسيبيليتي أي شيء تستفيد منه في كندا لازم تكون أمامه مقدم تاكس في كندا. الآن الديسيبيليتي التشايلد بينيفيتس الشغلات هاي إذا أنت مش مقيم في كندا غير قانوني إنك تأخذها وأنت خارج كندا، فالموضوع لازم تستشير فيه مستشار حسابات وهو بعطيك القرار النهائي، أو تتصل في الـ Disability Fund وهم بيحكوا لك. كثر لنا من هيك فيديوهات بليز، وبالأخص الأماكن الرخيصة اللي فيه في مكان محلات فيها صيد كنوز يلي شعارهم ببغاء واقف فوق صندوق. والله ما عرفته هذا الموقع، إذا بتبعت لي اسمه وموجود لنا في أوتوا أكيد بزوره، هو كمان رخيص ببغاء وواقف فوق صندوق. صراحة ما يمكن ما في عندنا في كندا، ما في عندنا في أوتوا، يمكن في مدن تانية، لكن إذا بقدر أسوي أي فيديوهات أنا بتشرف. دكتور كيف بنطلب الكاونتر توب؟ أنا عملت عن فيديو عن الكاونتر توب، الكاونتر توب سهل جداً تشتريه عن طريق الأمازون بكل سهولة، اسمه كاونتر توب إيبوكسي. تحياتي دكتور، لكن الإيبوكسي بتشرح وبتورينا كل حاجة كيف تعمل. عملت فيديو كامل عن الإيبوكسي، يس يس عملت فيديو، أعتقد عملت فيديوهين عن الإيبوكسي، فروحوا على قناتي موجود على بالريفيو. Thank you for sharing. عملنا هون عن موضوع برنامج مستخدمه، يا ريت كل الدروس والأسئلة تسلموا. صراحة أنا عملت الدروس كلها تبعت الجنسية، امتحان الجنسية الكندي عشان أساعد إخواني اللي بيتقدموا على الجنسية، شرحت الكتاب كله بالعربي
وجود أسئلة كتير في برامج، ما في داعي أسوي أنا وعيد اللي بسووه الناس. في ناس كتير قلدت اللي سويته وراحت شرحت باللغة العربية، وهذا شيء جيد. كل ما زادت الموضوع، كل ما تحسن أو زادت طريقة الشرح، كل واحد له طريقته، فشيء جيد. أما وجود أسئلة في كتير مواقع وآبس، ما في داعي أنك تكررها. أنا أبوي عنده جواز كندي، وأنا أشبه أبوي كتير، بس المشكلة أنه هو مواليد 59 وأنا 89، بده يدخل بجواز أبوه؟ طبعا لا، يعني هذا مخالفة وما يجوز. بس إذا أبوك عنده جواز كندي بيقدر يسوي لك لم شمل، يعني هذه موضوع، لأنت ابنه، خاصة 89 قديش عمرك يعني؟ ولا كبير. تواصل مع مستشار هجرة، يعني أتوقع أنه للأسف صار متأخر الموضوع. سلام، ممكن تذكر ثمن المشتريات؟ وشكرا. أنا بحاول صراحة، بحاول أذكر ثمن المشتريات اللي نسويها أنا وابني، إن شاء الله بنقدر نشرح لك إياه. لو سمحت، كيف الطريقة للحصول على استشارة استثمار حضانة في كندا؟ بدي أعمل حضانة. عملت فيديو أنا برضو موجود على موقع على قناتي عن فتح الحضانات في كندا وطرق فتح الحضانات. موضوعها مش صعب كتير، بدك شهادات بس بسيطة جدا، دورات تقديه زي إسعاف أولي، دورات تربية بسيطة، بيجوا بيعملوا فحص على المكان اللي بدك تسوي فيه، خاصة إذا منزل وهلوم مجرة، يعني بس عشان تعرف شو الشروط. صرت أشاهد المقطع أكثر من مرة وما مليت، هذا الهدف. هذا طبعا عملنا عن شاب سوري عامل مزرعة في كالجاري وبتبرع بثلث محصوده لبنك الطعام الكندي. لو سمحت، أنا سورية مقيمة في مصر وأرغب بالاستثمار في الحضانة، ما الصعوبات أمامك؟ ما في صعوبات كثيرة، كثير ناس خاصة القادمين جدد بيفتحوا حضانات، فالموضوع مش مستحيل، سهل، بس بده شوية دراسة، بده دراسة جدوى وين تفتح الحضانة، لأن الحضانات عليها طلب كثير في كندا. شو الميزات اللي تسويها، طرق الدعاية، وطبعا في شوية شهادات لازم تسويها، أعتقد تأخذ سنة تقريبا شهادات، 4 كورسات وبتخلصيها وبتقدر تشتغلي تسوي الحضانة. من فضلك، بنتي تزوجت مصري كندي موظف في شركة بترول وأنجب الطفل عمره 3 أشهر وعقد الزواج بالباسبور المصري ومكتوب الوظيفة لا يعمل. الآن يوجد خلافات وبده الطلاق أو السفر وهي معلقة، كيف يحصل الطفل على الجنسية؟ الطفل بيحصل على الجنسية إذا والده قدم له على الجنسية، يعني والده لازم يقدم له، ابن الكندي، هي الأم ما بتستطيع تقدم له لأنها مش كندية، بس الوالد اللي بيقدر يقدم له. الفكرة هي اكتشاف ميول المشاهدين، يعني عملية مسح شامل للغالبية العظمى، بكلمات أخرى منو اللي تغير ومن الثابت. اوكي، بحكي عن فيلم عملنا له ريفيو. بيفتخروا في قوم بدول قوم لوط، حرقوا سوريا ويفرفرون بدول العالم، مش فاهم. المهم يعني ما حد افتخر بإشي ولا هذا، مش عارف شو اجاوبك. بسأل كيف أقدر أحصل على فيزة عبور مطار تورونتو؟ يس، في إشي اسمه ترانزيت فيزا، بتقدم لها عن طريق موقع الهجرة الكندي، إذا أنت طالع عن طريق كندا لدولة أخرى. أنه المرأة تأخذ حقوقها صار سلبيات، أنا ما حكيت أن المرأة تأخذ حقوقها سلبيات، ما حكيت هذا الحكي نهائيا، بالعكس أنا من أكثر مدافعين حقوق المرأة. سامع نفسك؟ نعم سامع نفسي. يعني عيب يا دكتور تعيش ببلد أوروبي، أنا عايش في أمريكا في كندا، تحكي إنه المرأة هي سبب الطلاق. أنا ما حكيت إنه المرأة سبب الطلاق، حكيت بعض الحالات اللي بتصير إنه المرأة بتشعر إنه زادت حريتها، وبالتالي بيصير عندها زي مشاكل مع الرجل، والرجل بيصير إنه خاصة الرجال اللي بيجوا هون بيفقدوا أعمالهم كثيرا، بتصير مشاكل عائلية كثيرة. يا جماعة أنا عم بنقل صورة فقط عن المجتمع، الحمد لله رب العالمين، في كثير عوائل بالعكس عايشة وبعايشة بتمام وشمال، لكن بنشوف زيادة نسبة الطلاق، وخاصة في العوائل القادمة الجدد بيصير في
كلتشرال شوك، بصير بصير شغلات كثير هيك نفسيه. يعني الموضوع نفسي يا جماعه، اذا انت بتحاور في الموضوع لا تاخذوه من ناحيه سلبيه يعني. بس طيب، وان شاء الله اكون وضحت لك يا دنيا. بالعكس انا من احد المنظمين للمارش، وومن مارش اللي موجود في كندا. ف يعني انا ارفض انه حدا يقول لي انك انت ضد حقوق المراه. لهيب ما شاء الله محتواك رائع وجيد، ربنا يبارك ووفق دودي، الله يحفظك، شكرا لك. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو لك. كيف يمكنني اتصل بك؟ صراحه يعني اذا في عندك سؤال اكتبه بجاوبه عند الاستطاعه. اما الاتصالات يعني انا عارف معظمها بدي اهاجر وبدي هذا، انا مش مستشار هجره، ما بقدر اعطيك استشاره قانونيه يعني. في سؤال غالي قيمته، هذا بحكي عن اللمبات اللي حطيتها قدام البيت. لا مش غاليه، كانت يمكن 15 دولار. السلام عليكم الدكتور الفاضل، بفضل من الله سبحانه وتعالى اولا ثم شرحك الوافي والمبسط للكتاب لقد نجحت في الاختبار واحرزت 17 من 20، جزاك الله كل خير. هذا الدعاء يكفيني وشكرا لك يا اخي والف مبروك نجاحك. معظم التعليقات مزعجة، نعم المشكلة اللي حكيتها عن الفيديو تبع السلبيات، معظم التعليقات كانت للأسف سلبية، زي يعني أكنهم الناس نظروا إلى الكوب الفارغ. يعني أنا عامل أكثر من 200 فيديو إيجابيات كندا، لما عملت فيديوهين فقط عن بعض السلبيات سكرت مع الناس، أكنه أنا كفرت بالدين. anyway بس يجوا هون بيشوفوا اللي بحكيه وبيعرفوا. معظم الناس اللي اتفقوا معي يا اما زاروا كندا او عاشوا في كندا. اخطر شيء احد الاولاد وتربيتهم، وهذا الموضوع برضو ديبيت، يعني موضوع تربيه الاولاد خطر جدا. شرح جيد شكرا. سؤال فقط، البانر ما بتحرك من اليسار لليمين اللغه العربيه وكيف ترجمتها؟ انا فعلا تواصلت مع الستريم يارد كومباني وحاولت انه يخلوا البانر ينتقل، قالوا لي ان شاء الله بالقادم ولكن لحد الان لا. اللي بده تهريب طلع، وهذا واحد حاطط رقمه بعمل تهريب. خلينا يعني سبحان الله في ناس حاطط رسميا الرقم. الثمره غنيه بفيتامين سي والكالسيوم والحديد، بحكي عن ثمره الباوباو اللي شفناها في مدغشقر. مظبوط. يمكن كمان مخطط الفيروس يكون بنفس الشيء يلي بالكتاب، ولكن أشاروا ممكن في فيروس، بتكلم عن كتاب بتكلم كان عن فيروس اسمه ووهان وكل شيء وارد عند أولاد الحرام. يعني هذه كانت جزء من نظريات المؤامرة اللي بطلعوها، للأسف أنا لا أصدق فيها طبعا، ولكن في ناس. دكتورة حنان مرعي، تنفع هدية لأبنائنا الشباب؟ هاي ساعة كنا بنتكلم عنها بتنفع. كل عام وانت بخير دكتور جمال، لو تكرمت ممكن تعمل تقرير مفصل عن فتح الحدود الكندية المتطلبات والشروط. عملت فيديو ممكن ترجعوا له وفصلنا فيه كيف الدخول والخروج. لا سلبيات ولا شيء، جبهم كندا جهنم كندا ولا جنة العرب. يعني هذه وجهة نظر، وعشان هيك في ناس كتير بيجوا على كندا بغض النظر عن وجود بعض السلبيات بسيطة. السلبيات هون يمكن أقل من دول أخرى. نصيحة خليك فيها، أنا موجود فيها، أنا مش طالع. طيب أعتقد أنه هيك خلصنا معظم الكومنت. إذا طلع كومنتات جديدة حعملكم حلقة ثانية. أتمنى أنه جاوبت على كل أسئلتكم، وإن شاء الله رب العالمين نراكم في حلقات ثانية. نستودعكم الله والسلام عليكم.